ومتابعينا الاعزاء عشاقي الاصاله، تستمر انطلاقات مهرجان اكسبو 2020 في هذه الامسيه هنا في ارضيه ميدان المرموم، حيث ايضا ننقل لكم هذا النقل وهذه المنافسات عبر شاشه دبي ريسنج المتابعه لانطلاقات هذا المساء. نسير الى مقدمه الشوط ونتابع الصداره والبداية الأولى. هذا والآن اللي على المقدمة مشاهدي الكرام في شوطنا الثالث عشر. نعم مجمل يتقدم لعبد الله بن حمد بن جار البريدي المري على مقدمة هذا الاندفاع، بين من نقلة إلى المركز الثاني، أرى الوصول على المركز الثاني والقدوم من قبل الأندلس لراشد بن حمد بالزفنة. العفاري يتقدم ابو حمدان على مستوى المركز الثاني، بينما ننتقل الى المركز الثالث وهنا شاهين علي بن راشد بالضبيعه الاكتبي يتقدم على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع ياتي هنا كفو حامد بن محمد بن سالمين العامري. يتقدم بينما ناخذ اللي على المركز الرابع يتدخل في هذه اللحظات وفي هذه المنافسة الحذر محمد بن ناصر بن علي الخيالي، بينما دخول على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات هذا ثمين واللي قادم في هذه اللحظات ياتي علي نعم ظافر بن حمد بن مسعود الحبابي، بينما في المركز السابع وفي المركز السابع نتابع اللي قادم في هذه اللحظات. يتدخل في هذه اللحظات هنا ويتقدم في هذا المعترك، ياتي هنا طوفان عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، بينما في المركز الثامن وفي المركز الثامن هنا يتدخل في هذه اللحظات. يتدخل في هذه اللحظات ادهم سعيد بن سالم العويسي يقدم لنا ادهم في هذا المعترك وفي هذه المنافسة، بينما في تاسع المراكز يتقدم في هذه اللحظات وياتي هنا نبا لسلطان بن سالم بن حبروت يتقدم على المركز التاسع. المركز العاشر هنا شعار راشد بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم، والاسماء اللي قادمة هذه مراكزنا للعشرة المراكز الأولى، بينما كمية هائلة من الأسماء الغوية تبحث عن الفوز وعن الانتصار. ولكن نعود من جديد، نعود إلى مقدمة الشوط إلى علي ويبحث عن المكان العالي وعن المكان العالي. نعم فالكادر العلوي على مقدمة الشوط ما شاء الله يقدم لنا ظافر بن حمد بن مسعود الحبابي. ركز يا ظافر، بينما مخلاب قادم علي بن فهد بن سعيد بن سلطان الحنتيم يتقدم على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يتدخل بقوة ذيب لسالم بن غلبان بشاوي الغفلي وأول لدال الذيب، بينما اللي تدخل من السياج الخارجي يتقدم وياتي مغذي راشد بن نايع بشاوي الغفلي. الله على هذه المعركة، الله على هذه الإثارة وعلى هذه المنافسة القوية، بينما يتدخل الآن وياتي رهمان سالم بن بخيت بن طريبيش المنصوري وأول نداله وبن قشاط، وهناك يتدخل من السياج الخارجي عباش نعم لخميس بن مسلم الزرعي يتدخل في هذه اللحظات والمنافسة بالغلاف الجوي الأخير. هنا جولة الأوامر النهائية، أروح يا اللي تبغي الانتصار أروح إلى الفوز ما شاء الله، ولكن مغذي على الصدارة راشد بن نايع بشاوي الغفلي، وهناك خميس بن مسلم الزرعي، ويتدخل هنا عكراش لصالح بن علي بن محمد بن راشد الغفلي اللي وصلنا في هذه اللحظة وغير ما شاء الله وتبارك الله بسم الله وما شاء الله على المخزون الاحتياطي.
في مقدمة هذا الاندفاع تشاهدون عكراش. عكراش راح إلى ميدان الشعب، إلى ميدان اللبسة، وللنقطة الثانية في أمسية هذه الليلة، في أمسية هذه الليلة. سلام لصالح بن علي بن محمد بن راشد الغلي، ينتزع هذا الفوز، ينتزع هذا الانتصار، يضيف إنجاز تلو إنجازاته السابقة. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل اللي هو أدهم لبنايع بن مصبح بن عبود الغلي. المركز الثالث وصل اللي هو رحمان لسالم بن بخيت بن طريبيش المنصوري. المركز الرابع كان الوصول من راهي لعبد الله بن علي بن محمد الوهيبي. المركز الخامس وصل هباش لخميس بن مسلم بن سليم الزرعي من احتل المركز الخامس. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الكرام. عودة للتوقيت الزمني، ساعة وصول إلى خط نهاية عكراش، 5:52 جزئين من الثانية. تهانينا لراعي الإنجازات صالح بن علي بن محمد الخلي، ينتزع الفوز تلو إنجازاته السابقة. هذا القعود المركز الثاني اللي وصل له مشاهدينا الكرام. 5:53 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أدهم نايع بن مصبح بن عبود الغضلي. المركز الثالث كان الوصول 5:54 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لابن طريبيش سالم بن بخيت بن طريبيش ولا راهي هذا، نعم عبد الله بن علي.